تحت السور، تحت السور فعلا، تحت السور، ولكم أن تتخيلوا تحت السور. أبدعت في هذا البرنامج الذي يقصف ثوابت ديننا الحنيف. يا حسرة، يا حسرة على زمن البوليس السياسي اللي كان يعد الناس في صلاة الفجر، وكان وكان وكان، فما زادهم إلا إيمان، وما زاد الناس إلا خشوع، وما زاد الناس إلا تشبث. هذا المنع، هذا زمن المنع. اليوم زمن التلبيس وزمن القنوات الجديدة اللي جابتها ثورة في الحقيقة ما عندها حتى علاقة بشذوذ الجنسي وبضرب ضرب ديننا وثواب ديننا ليلا نهارا. قناة الداسعة أبدعت في هذا الموضوع باحترافية كبيرة. حسين جنيح اللي كان نائب بالبرلمان هو صاحب القناة، وهذه القناة، القناة هذه يعني 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 تقول أنت التوانسة اللي غيروا على الكورة، وترجي وفريقي وصفاقسي وساحلي وغيره، قاعدين يشوفوا في دينهم، قاعدين يشوفوا في دينهم ما لا يصدقه العقل أصلا. مواضيع لا هي مواضيع العائلة، ولا مواضيع في القهوة، ولا تسمعها في الكار، لا تسمعها في النقل الريفي، لا مع الفلاح، ولا في كميونتي سي جي من تالي، لا في القطار، ولا في الشوبينج واحد سنتر. دليل المفتاحي تدلكم وتفتح لكم باب جديد للدخول للجنة، ومش تستلطف فيك، مش تقول لك بالله الفليسات حطوهم لهنا، لا، يعني هي عندها كلام في هذا الموضوع، وما ناقصه كان باش تفتي في الناس اللي قازين، في الناس اللي قازين بيت ربي. نعم نعم نعم. فسنعرض على حضراتكم مجموعة من الفيديوهات من الحج إلى الحجاب وصناعة الرعب والإرهاب، في أنه المحجبة في الشارع كان نلقى يقول لك إن حيلها الحجاب متاعها، ما هيش دعوة للعنف. أعمى وكيل الجمهورية على مثل هذه التصريحات وغيرها غيرها غيرها، عنصرية بغيضة، دعوة للفتنة و سمعوني شوية، الله يخليكم سمعوني شوية، معليش. نعم، نرفع أذان صلاة المغرب ثم نعود لنواصل إلى حضراتكم، ابقوا معنا. السلام عليكم مجددا، وتقبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا بكم. قلت دليل المفتاح، إذا الوقت يضيق علينا، هات نشوفوا هذا الفيديو في قناة التاسعة المختصة في هذا الشيء، فضل. معناها ماناش اي ما واحد يولي يعمل في سانسور كي يجي يتكلم، معناها خاطر تحسبوا عليه. الحج الكل نتصور انه اغلبيه الناس تشوق انها تمشي للحج، باهي يوكي، اما بطون المسلمين اولى. وقع اكسيدون في جندوبه، جندوبه الكاف باجا سليانه، ما عندهمش وحده نتاع كتي. مش معناها وحده نتاع كتي، معناها كي واحد يتجلط حشاكو، ما عندهمش وحده باش يسرحوا له العرق باش ما يموتش. خويا تجلط بقى في السبيطار 20 مجلوط، يلزم كي تتجلط علميا توا بعد نص ساعه تتسرح، سينو تمشي فيها. العباد ملوحه في السبيطارات الشمال الغرب الكل، ما عندوش وحده نتاع كتي. انت كي باش تحج يلي عندك 20 مليون باش تنقذ ارواح بشريه، انه الاولى. يعني انت عندك فلوس، وانت عندك فلوس، وانت عندك فلوس، والدوله الله غالب عليها، هام واحد نتاع كتيتو تحجوا 7 مرات في النهار. عليه خليت اكثر من 20 مجلوط في السبيطار، الطبيبه هاي ما يتفرجوا فينا، ما يطلعش عليهم النهار.
انا خطفت خويا مشيت للكلينيك بنزار وصرحناه اون ايرجونس 14000 دينار اي والاخرين اللي ما عندهمش انا هاني تسلفت وتسترى والاخر يموت انا الاولى الحج ولا هذاك اللي باش تنقذ له حياته ساعات تحكوا حج حج اوكي عندك فلوس ومتززي ومحليك وتسترى وجارك باش يموت انا والاولى انا والاولى تحب تقول حاجه خاطرنا سلم الله علمك سلم الله علمك سلم الله علمك يا تونس الزيتونة السهام الشيوخة هذوما علاش يكرهوا العلماء خاطر كيف يجيوا العلماء ما تعرفش تتكلم دليل مفتاحي ريتوش يا نجار يتكلم على البلومبري شفتوش كوارجي يحكي على علم الصواريخ شفتوش فلاح يحكي على زراعة الكبد وزراعة النخاع الشوكي شفتوش واحد يعمل في زراعة النخاع الشوكي يحكي على زراعة البرتقال وتربية الحلزون إلا الدين الدين أه؟ الدين الدين هو ديدنهم مش دينهم لا ديدنهم الدين هو ديدنهم سي عمارة سي عمارة نعم بالله ما نعرفش ثم مشكلة في سمعان معاك والله الحقيقة ما نعم أي. قتلك مش لازم نحجوا ثم المجلوطين وحاشتهم بماكينه تسرح لها معروقهم هذه في مقدار ديار الافتاء الحديثه بتاع الحداثه والحداثوت مثقفو الحانات والله لو كانوا يبطلوا هم من شراب البير يقصوا بيرتين في النهار طول بطون الجياع تولي لبس عليها كل يوم كل يوم يتبرعوا بزوز بابز كل يوم ها كل يوم زوز بيبزات معناها خضر والله نولوا لباس علينا المستشفيات يمكن تولي لباس والاكسجين اللي ما جاتش الخوها ولا تسريح هذاك راهو سرح بلاش فهمت وهو مأساة هذا هؤلاء انهم قلة قليلة ولكن يضربون كل ما يتصل بالهوية او بالدين عندهم منها حساسية وقت لي هذوما جماعة وقت اللي يحكوا هكاية في ليلة يسهروا ليلة يخسروا فيها 3000 يورو وباليورو 3000 يورو 4000 يورو في ليلة للواحد بهماش عنده عادي أما بوقت بطون الجياع كان وقت نخموا في الحج ولا تجميع الفلوس نتاع المجتمع كان وقت نخموا في الزكاة اللي بين ولا في الأوقاف عندهم حساسية من كل ما هو ولكن هنا أيضا نلاحظ أخي مقداد 10 سنوات مرت بعد الثورة الفرصة لا تعاد ضاعت أمام مشيخة الجامعة الأعظم يعني كان عندنا بوتنسيال مشيخة الجامعة الأعظم كانوا نجموا يسترجعوا كل عنفوانهم وكل قدرتهم وكل سلطاتهم الدينية المحدودة طبعا ما عندناش رجال دين ولكن تونس الزيتونة منذ سنة 732 هجري هو يزخر بالعلماء العلماء اللي تحكي عليهم صحيح كمؤسسة مشيخ جامعة الزيتونة كان يمكن أن تلعب دور مهم كصوت الروهينجا الأقلية المسلمة في تونس الروهينجا ذي لكن أيضا من غير المشيخة لماذا لا نسمع أصوات جماعة الزيتونة ما شفناش اعتصام في تونس إلا على الشهرية وعلى الخبز وعلى الزيت زعما احنا شعب رخيص لدرجة هذه شعمارة سمعني سامحوني لفرجوا فيه في هذا التراخي والتخاذل أمام التغريب الكافر يخيف والمؤمن لا يخيف يعني مصيبة هذا ابتلينا بإعلام كما هذا إعلام هو في مجرد ملاحظة أخي مقداد لا يبتعد كثيرا عن إعلام فرنسا أنا أعيش في فرنسا وأرى الإعلام كيف هو إذا ركز على واحد يشنع به افتراء وكذبا وانتقاء للكلمات والتكرير يعني صنع فبركة وأساليب مخابراتية رخيصة لا تمت للإعلام ومهنة الإعلام بصلة وهذه إحنا عندنا فيها دي شامبيون والإعلاميين متاعنا إحنا لو كان جات الدنيا راه كلهم من العام الثاني وقع التثبت من شهاديهم ووقع التثبت من أعمالهم ومراقبتهم مش نخلو هايكا ستالينية تعس علينا وتعس كان على الشرفاء عندها حساسية كان من إذاعة القرآن الكريم وإذاعة الزيتونة هي عندهم حسية حتى من كلمة الزيتونة لأن الزيتونة شجرة مباركة في تونس والزيتونة إذاعة والزيتونة بنكة والزيتونة
يعني مصرف يعني، والزيتونه يعني فيها كل ما جامع، فيها كل ما يمثل تونس بصله الزيتونه تلمه. وهذوما ناس يعني ديما يتقلقوا ياسر من الهويه ويقدموا في لكن لكن شوف جمهورهم، شوف جمهورهم سي عماره، شوف جمهورهم كله ماذا يكتب. شوف ما تلقى حتى تعليق الا شوف 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 الروهينجا، هذه الروهينجا بتاع الاغلبيه امام العصابه الاعلاميه المجرمه بتاع الاعلام. انظر الشعب ماذا يكتب، شوف الشعب بالتاء باللي ما يعرفش يكتب العربيه باللي من عمره ما قراه. هات نقروا شويه ونعملوا نطوف في ثنايا صفحة التاسعة ونشوفوا ايش يكتب. بنت فرج تقول عندي بنت عمي بارك لها حجت في بلادها بأنها عاونت شكون برشا فلوس وحلت له أزمة كبيرة، ومن بعد عملت عمرة ونأكد لك تحسبت لها حجة عند ربي بقدرة الرحمن. كلامها مش غلط، اللي عنده فلوس ينجم يعاون ومن بعد ربي أتوي يبارك له ويعمل حجة. بعد ما يعاون توي يجي وقته يعمل حجة. العفو سامحوني. المشكلة أنه قالت بعد ما يعاون تو يجي الوقت ويحج. المشكلة اللي المحتاجين هذوما ما همش مش ينقصوا، يعني المحتاجين هذوما يظلون دائما موجودين. يا بنت فرج بعده شكري المشرقي يقول ولماذا أموال الشراب لا تصرف، أموال الخمر لماذا لا تصرف على بطون الفقراء؟ ولماذا أموال السفر للفسحة في الخارج لا تصرف على بطون الفقراء؟ وأموال البذخ وبناء أكثر من منزل وشراء أكثر من سيارة لا تصرف على الفقراء، ولا فلوس الحج فقط يلزمها؟ نعم. ثم آمنة بنت السعيدة أو السيدة تقول من استطاع إليه سبيلا، اللي عنده الملايين وقادر يمشي صحة وفرحة وربي ثبته عاملين حلقة كاملة قصص وعبر ومشاركين باش يقولوا اللي فلوس الحجاج الدولة أولى بها تقول. ثم فتحية العمراني تقول وعليه اللي تصرفوا فيه على المهرجانات والرياضات بأنواعها وغيره وغيره تشروش به الماكينة هذه، قاعدين تتبعوا في عباد أغلبهم يلموا في فلوس الحاج بالطرف على حساب مئة حاجة في حياتهم، لا يصيفوا لا يتفرهدوا ولا يبذروا، همهم الوحيد أنه يزور بيت ربي تزيدوا وتدبروا عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. إسماعيل كريم يقول علاش الصدقات في محل الحج بالذات؟ سفهاء طعنوا في العلماء وحقروا من شأنهم ونصبوا أنفسهم مفتيين، علاش فلوس المهرجانات والمسلسلات الهابطة بتاع أولاد مفيدة ومتاع شورب ها؟ وميزانية وزارة الثقافة متاع مهرجان الاسكالوب المتدلي ها؟ والفنانين متاع مهرجان قرطاج الصيفي أكل يخلصوا بمئات الآلاف من الدولارات والأورو، علاش فلوس المهرجانات والمسلسلات الهابطة اللي تدعي أنها تصلح في المجتمع لا تنفق على المجتمع والفقراء مباشرة؟ وعلاش ما يكونش ثم صندوق الزكاة لخدمة الفقراء؟ التصدق على الفقراء لا يمنع القيام بفريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا في السابق إلى آخره. ثم جوادي جوادي تقول أو يقول حتى ميزانية وزارة الثقافة تملأ بطون المسلمين. أما والله مشني عارف وزارة الثقافة أنا شنو تعمل، بالله بالله اللي شاف حاجة من الثقافة خارجة من وزارة الثقافة يبعثها لي، يبعثها لي على الرقم، موجود الرقم على الشاشة، يبعث لي أي شيء عنده علاقة بالثقافة حسا ومعنا واصطلاحا يبعث لي على هذا الرقم. إبراهيم بن بالحسن يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم أيضا ماهر بن تيتا يقول حتى الخلاعة في الصيف بطون المسلمين أولى ونوال ونوال اللي تحتفلوا بها ورأس العام والسهريات في الليل والمسرح والمهرجانات والحفلات نسيتهم هذه الكل، كيف توصل للشعائر الإسلامية؟ والله يا غريب سبحان الله، لا يتفكروا ما يتفكروا الزواولة إلا في موسم الحج، ما جابوهاش هذية باش تقول لنا فلوس المدربين وروجي لومار ياخذ في 70 ولا 80 ألف أورو فك العام 2002،
ما جابوهاش، ما تكلمتش، ما تكلمتش على الزطالة الكبيرة الفنانة المفضوحة المصرية شيرين. وأروح لمين؟ ها؟ جات شفطت مئات الآلاف ومشات للكلينيك تنحي في المخدرات من بدنها، هز أخوها بالسيف. ما قالت ما يخرجوا، ما يخرجوا لنا إلا في موسم الحج هذوما. نحن الروهينجا، الله غالب، آسفين، نحن الروهينجا المسلمين، نعم نحن الروهينجا. ثم نفس النخبة وقت حبوا يعملوا صندوق الزكاة، اسمه واسمه، وقت حبوا يعملوا صندوق الزكاة عارضوه بشدة. أما كلمة نخبة هذه، راني يا سي المسعود يوسف راني ضدك في كلمة نخبة، كيما سي منصف الجبي اللي يقول لنا ديما، يقول لنا بالله لعدت تقول كلمة نخبة، ها؟ وكان الزم يحاربوا الجنون باش ما يصيرش وما صارش. وكي عملوا فتحي العويني في بلدية الكرم صندوق الزكاة، قيموا القيامة فلوس الحج ملك خاص، مانيش مطالب نصرف على الفقير، عندي زكاة فريضة نخرجها بمعرفتي ونحج كل عام كان الزم أموري. أما النخب في تونس ما يتفكروا الفقراء كان في الحج والعيد الكبير، أما في رأس العام التوانسة الكل لبس عليهم في عيد الحب التوانسة الكل يستغنوا. نعم، ونختم بآخر تدوينة. محمد خير الدين الصغير يقول: لماذا أموال المسلسلات بتاعكم لا تصرف على الفقراء؟ لماذا أموال سهرياتكم وشيخاتكم ورحلاتكم لا تصرف على الفقراء؟ ولماذا لماذا لماذا بكشي أنت أرحم من ربي على الفقراء؟ يقول محمد خير الدين. صابر النفزاوي، نعم، تخصصت قناة التاسعة في ضرب شعائر وفرائض وثوابت الإسلام، شنو رأيك في هذا المشروع الإعلامي؟ ما يجب أن نراه في هذه الدعوات الدورية المريبة إلى تعطيل هذه الشعيرة أو تلك، أنها طبعا بحجة مقاومة الفقر والمرض، أنا في حقتها دعوة إلى إلغاء هذه الشعائر بكلية، لأنه لن يخلو مصر من أمصار أو عصر من عصور من مرض أو فقر، وما دامت العلة تدور من معلول فهذه الدعوات لن تنقرض، لن تتساقط أو لن تسقط بالتقادم، وستبقى صالحة لكل زمان ومكان. الأكثر من ذلك أن تتحول الشعيرة بفعل هذه الدعوات إلى مجرد مناسبات طقوسية عبثية ناتجة عن ضيق أفق، ناتجة عن سوء تقدير استراتيجي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو ما يفتح الباب في دداعا حر للأفكار الإلحادية للتشكيك في حكمة الله، وحتى ضرب مباشر أيضا لفكرة وجود الله في نهاية الأمر. بالنسبة لقضية بلاء الإلهاء، يتحدثون عن أن هذه أننا يجب أن لا ننشغل بمثل هذه الأمور. رأوا التحذير أو المبالغة في التحذير من مخططات الإلهاء لا تعبر عن وعي أو عن فتنة. في الحقيقة هذا يعبر في العمق عن عقل متورم يستجير من رمضاء الانفعالية والغوغائية بنار الارتيبية والمراجعية. الإعلام عندما يعرض أو يتعرض لمسألة ما فإنه بوارد التأثير على الناس، على عوام الناس، وبالتالي كل ما يثير الإعلام من أحداث أو من مواضيع يجب أن نتحدث فيها بطريقة ما بتفاوت طبعا، فما دوزاج، فما تقدير بدرجة أو إلى أي مدى يمكن نتحدث في موضوع ما، لكن يجب الحديث في كل موضوع يطرحه الإعلام، لأنه في الأخر الإعلام موجه إلى عوام الناس، عوام الناس هم الموضوع الأساسي لعملية قولبة التفكير. هذه فكرة أساسية أردت أن أوصلها إلى الكثيرين الذين يحذرون من الإلهاء. طبعا تزيد أهمية التعرض لموضوع ما إن كان هذا الموضوع فيه مصادمة فجة للدين، لا نستطيع أن نقول لا نرد عليه لأن هناك مواضيع أهم. في الحقيقة ليس هناك شيء أهم من الدين في نهاية الأمر حتى ندافع عنه. نعم، وعطينا الرقم، قلنا بالله اللي شاف حاجة من وزارة الثقافة خارجة يقول لنا، يبعث لنا يقول هاي خارجة حاجة تاع ثقافة خارجة من وزارة الثقافة. فأجابنا سي لطفي معتوق من معتوق من 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 سويسرا، يقول على وزارة الثقافة، يقول هي وزارة الفساد تقصد يا أستاذ، شكرا لك.
ما تبثه قناة التاسعة قناة الانقلاب من فجور، ويريت فجور يريت فساد، هو إفساد وضرب الدين متاعنا كروهينجا مستباحة نحن. باهي العملية مش هفوة، مش حلقة فيها شوية كيف، العملية ممنهجة مبرمجة من حلقة الأخرى تحت السور، تحت السور، تحت السور فعلا. شوف أعطينا سمعنا ماذا يقول سيكوك على الحجاب ويدلينا بجلابيبهن. أعطينا ترى سمعنا الشي يقول اسمه محمد، حاشا محمد، نعم كوكا تليق به، تفضلي ترى سمعنا. محمد كوكا أنت رغم شوفوا على الإعلام، شوفوا سؤال الخبيثة، شوفوا سؤال الخبيثة، سؤال يعني واضح مهد حاضر، ليس كلاما اعتراضيا هكا جملة طايشة أو فكرة مشتتة جاءت هكا أو رد فعل عملوا العملية بكرسيها باش تقول لمحمد كوكا أنت كذا كذا وتعطيه تعمل له الاسيست وتقول له سجل، سجل في مرمى محمد يا محمد، تفضل سمعني. دير والا تعمل بوليميك. سي لوتشي العميري حكى على المراه اللي كيف تخرج تعتذر وتلبس السفساري نتاع هاني ما تشوفونيش كاني ترانسبارونت. وقت اللي حكيت على الحجاب بتيتر ناس يهاجموك على خاطر قلت انا ما نحبش الحجاب للمراه، ولكن انا ياسر فهمت كيما قال سي لوتشي توا فكره اللي كانه معناتها تحطها في خانه وحدها يلزمها هي محجبه. بيان سور عندها حريه انها تلبس الحجاب، ولكن انت تظهر لك اللي المراه معناتها كانه حاجه يخليها مش كيفها كيف الرجل. بمعنى هذا هي صحيح المراه، صحيح هي المراه كيف الراجل، صحيح. ومن الحجاب صحيح يلزم الراجل يلبس حجاب باش يولي كيف المراه. سمعنا روسك كارل من مجتمعات ربما حسب راينا معناها شاده في عادات وتقاليد باليه اللي مصدرها دينك ربما بين دينك يلي تغير على الترجي وعلى الافريقي والصفاقسي شويه مثالش، اما ان شاء الله الشر والشمنطر ان شاء الله ما يكونش من هذه الفظاعات. دينك قال لك عادات وعادات باليه، دينك القران اللي نص على لباس المراه وعلى مشيتها وعلى طبعا نحن ما فرضناش ما نجموش نمسوه كثابت من الثوابت. سمعنا ايه قرين ديني ولا و معناها يقطع المراه على المجتمع كشخص كبشر كإنسان كإنسان، معناها هي أدنى أقل قيمة. وهذا خلاني أنا دائما عندي الكره لحاجة اسمها حجاب، معناها بصورة ماذا بيا وقت اللي تعرضني امرأة عندنا تحررها كيما بورقيبة كينا حاسة شعري جوستومون معناها نكران الإنسانية نكران. باش تسمعوا من بعد تصفيقه نتاع الخبث ب 30 دينار ذوكم. التصفيقه ليش تصلح؟ هذيك باش تطبع اللي هي فكره عظيمه واللي الشعب ذوكم خاطر يمثلوا الشعب سواديزون، معناها الشعب منسجم وعجبته الفكره وصفق عليها. هذيك الزريقه اللي باش تدخل العقل والجمهور يتبع في التلفزه من حيث لا يعلم. سمعنا. تنكر الانسانيه نتاع انا اللي باهتني توا اللي في فرنسا ثم بنيات حليلاتهم ويلبسوا الحجاب، معناها الشيء متاصل معناها في السوب كونسيون ولا في الانكونسيون نتاعو انه المراه يلزمها تكون اقل من الراجل. جو كخوا كو سيت اون ايدنتيتي كيل روفونديك، مش باقي خاطر تحس روحها هي اقل من الراجل. فما برشا حاجات في الحجاب معناتها مش حاجه نجموش هكا في يظهر لي يا بليزيور كونسيديراسيون معناتها في الحجاب في فرنسا ولا في اوروبا معناتها برشا يلبسوا الحجاب سي اون ايدنتيتي بو ريفونديكي اون ايدنتيتي اوسي بوتيتر فما شيء هكا وفما زاده اللي فما اللي منعش خوف في برشا حاجات كيوريوز ايدنتيتي دونك انت ما تحمش بكل معناتها اللي تجي له كان اللي فهم علاش يصفقوا هما يقول لي مثال يقول لي
خلينا نمشيو بشوي بشوي بالتدرج باش نفهموا، ومن بعد سي عمارة نعطيك كل سي صابر ماذا بيا فهمونا هالمشروع هذا نتاع عائلة جنيح اللي ما يتحاسبوش على الأموال، ما يتحاسبوش على الأموال. مازلنا نستنوا في 2700 مليار نتاع الغنوشي، مازلنا نستنوا في اليخت نتاع سمير ديل، وأنا بدي في الصيف نحب نتفرهد شوية وعندي فيه الحق، لأنه من أموال الشعب، وأموال الشعب ترد للشعب، واليخت نتاع ديلو للتوانسة الكل. أعطيني كوكا ماذا يقول في رمضان كذلك، زاد شنو نجمو نعملوا في رمضان؟ رمضان ويعملوا فيها حفلات دينية وصوفية وسلمية. معاه يا عربي سؤال مش لي. سامحني في بيك خسرت بيه ولا خسرت لي. تفضل سي كوكا. أنا معناها هو الجواب من الأول من نص من أول سؤالات نتاعك هو ضمني. شنو حرية المعتقد؟ معنى ما تنجمش انت تجي تسكر البار ولا تسكر الواقع على خاطر باش هذاك ما يجيش في رمضان. في رمضان وراه كذا برنامج رمضاني رواه يا جماعه. الشيطان في رمضان مسلسل، ها مصفد الشيطان في رمضان يحكوا على حلال البار. تفضل. معناها كل انسان مسؤول على الدين نتاعو العقيده نتاعو والنيه نتاعو. انا من هزوش يقادون الى الجنه بسلاسل، يمشي عن طوعيه. علاش تمشي للجنه انت وشكون سلسلك؟ شكون سلسلك؟ نحب نسلسلوك في لسانك ساعه باش تعرف ما يقال وما لا يقال. صابر نفزاوي دهمنا الوقت للاسف الشديد خويا، اعطينا كلمه صغيره خلينا نخلو السي ضيفنا اليوم يتكلم، ولا غالب الماده كثيفه للاسف الشديد ما نجموش. تفضل. مانيش نسمع ليك، مانيش نسمع فيك راهو، لكن تسمع فيا؟ تسمع فيا؟ اي نسمع فيك، نسمع فيك. صابر عندك دقيقه للاسف الشديد دهمنا الوقت. مشروع قناه التاسعه الاصل التوانسه شنو ينجموا يعملوا التوانسه باش يدافعوا على رواحهم كروهنجا؟ هو صحيح ان المزاج الشعبي العام مزاج محافظ، لكن استهداف الدين في اعلام هو كالاشهار الذي يحقق غايته بالتكرار كما يقال. والشعوب في نهايه الامر هي كائنات مفعول بها بالضروره، الفواعل الحقيقيه هم النخب. النخب محمول عليها ان تقوم بدورها التاريخي. جميع الثورات عبر التاريخ سبقتها نخب عبدت لها طريقة الحرية. في إيران الخميني وأيضا هناك أعلام آخرين من العلمانيين واليساريين، في فرنسا فلسفة التنوير، في روسيا البلاسفة والمناسفة. إذن دور النخب مفصلي وفارق في تحقيق النهوض الحضاري والاجتماعي.